تفضلي. اول اول اسمي اسماء العقيد. احنا جايين استفاضه عشان نطرد. نعم. اخوانيه ولا لا؟ انا مش شعب المصري. مش شعب المصري. تمام. مفيش مشاكل ندعم الاخوان برضه. احنا اول مطلب لينا طرد سفير اسرائيلي وتنزيل العلم وغلق السفاره الاسرائيليه، اعتذار رسمي للي حصل مع اخواننا المصريين، ودعم الجيش المصري اللي هو واقف على الحدود، وغزه حره وعايزين غزه ترجع لنا تاني. ونازله بالامور ده اسمه ايه؟ ماهر. حبيبي ما شاء الله. اسمك؟ اتفضلي اعرف نفسك. رواء ماهر. انا نازله تبع اي طيار اسلامي. انا نازله النهارده علشان نصره لشعب مصر. لازم نبين لاسرائيل ان احنا دمنا غالي، دم اي عربي، دم اي مسلم، دم اي حد مش رخيص. لازم الرد يكون رادع المره دي، نصره لاخواننا في غزه. لازم نقول لهم انتوا مش لوحدكم، احنا معاكم، حتى لو بيقولوا لنا بس احنا معاهم برضو، وان شاء الله ربنا ينصرنا النهارده يا رب. رفايده سعود. انا برضو مش تبع اي حد ولا اي طيار سياسي. انا هنا نازله النهارده علشان اقول خلاص كفايه كده. العهد والخنوع بتاع زمان بتاع النظام البائد خلاص انتهى. دلوقتي في عهد جديد. دلوقتي في المصري دمه غالي قوي قوي قوي، وخلاص مش بعد دلوقتي مش هنسكت تاني، واي حاجه هنرد بعد كده. والمطلوب ان طرد اقل حاجه طرد السفير واعتذار رسمي من اسرائيل، ده اقل حاجه. دلوقتي هاجر مصطفى عبد العزيز. انا نازله كأن واحده من الشعب المصري، وبقول ان خلاص يعني المصر بقى حر، بليه قيمه مش زي زمان. كان زمان بيتضربوا وبيتهانوا ومحدش بيسال عنهم، واحنا كنا نفسنا بنسكت، لكن حاليا خلاص ما فيش سكوت. لازم اللي عمل فينا حاجه لازم ياخد العقاب بتاعه الشديد، واحنا لا نقبل الا بطرد السفير واعتذار رسمي على مستوى العالم لكل اللي ماتوا وللشعب المصري كله. شكرا. يلا عرفي نفسك. مش قوي يعني. علياء عبد الفتاح من القاهره، من سكان القاهره، وجاية هنا امام السفارة الاسرائيلية عشان بطالب اول مطلب لينا ان احنا عايزين نطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة. مش عايزين يكون لينا اي سفير في مصر اسرائيلي. مش عايزين، احنا لم نعترف باسرائيل، ومش معترفين ابدا بان في حاجة اسمها اسرائيل، ولا معترفين بان في دولة اسمها اسرائيل. لان هو كل الكيان الصهيوني وكل الكيان الاسرائيلي ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو بيقتل الناس وبيقتل الاطفال وبيقتل النساء. ازاي نعترف بكيان قاتل وازاي بنعترف بكيان مجرم؟ فنرفض تماما ان احنا يكون في اصلا سفاره اسرائيليه موجوده في القاهره بعد الثوره. طبعا احنا كنا رافضين قبل الثوره، ولكن دلوقتي بنرفض اكثر وبنشدد على ان احنا برافضين سفير اسرائيلي. نرفض سفير اسرائيلي في القاهره، ونتمنى ان الحكومه المصريه تسمع الكلام دوت، تطرد السفير الاسرائيلي من القاهره. لن نعترف باسرائيل ولن نعترف باسرائيل. شكرا شكرا. اتفضل عرف نفسك. ساره ابراهيم من القاهره برضه. جايين علشان نطرد السفير الاسرائيلي، لان دم اخواتنا اللي ماتوا في هناك مش رخيص، وبعدين خصوصا بعد الثوره. يعني خلاص احنا مش هنسكت بعد كده تاني، خلاص زمن السكوت عدى وفات. شكرا. اتفضل عرف نفسك. يا فندم. مش انا يا فندم. مش انا ده ينزل يا عم.